أنا أوحش بنت في العيلة، أنا أقبح مخلوقة ربنا خلقها، ومن ساعة ما وعيت على الدنيا وأنا بسمع الكلام ده من صحاب ماما ومن قرايبي، لكن اللي حصل بعد كده قلب حياتي. هحكي لكم قصتي، لكن قبل ما أحكي بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. هي بنتك سمرة كده ليه؟ ملامحها مش زيك خالص يا نهى، هي طالعة لمين؟ بنتك وحشة قوي، هو ربنا ما رزقكيش ببنت تانية؟ حتى اسمها مش لايقة على شكلها. النور قال: أنا البنت الوحيدة للأب والأم اللي انتظروا الخلفة أكتر من 5 سنين، 5 سنين بيجروا ورا الدكاترة لحد ما ربنا رزقهم بيا. كنت بشوف ناس بيخلفوا بعد معاناة وبيكون أول مولود هو فرحتهم بجد، إلا أنا ما كنتش فرحة لأمي وأبويا خالص. أنا بشرتي سمرة طالعة لجدي، أمي بيضة جدا، أنا واخدة ملامح حد تالت أو خليط من ملامح عمتي وجدي. فضلت أنا البنت الوحيدة 11 سنة وأنا بسمع الكلام ده، ثقتي في نفسي ضاعت، بقيت محبوسة في البيت، مش عاوزة أخرج ولا ألعب في الشارع ولا أشوف حد يعيب عليا ويفضل يقولي أمك جميلة أمال أنت طالعة لمين. فجأة أمي بقت حامل تاني بعد معاناة برضو. مرت الأيام وشرفت أختي منى البيت، ملامحها جميلة زي ماما بالظبط، كانت تعتبر دي أول فرحتهم وأنا مش محسوبة أصلا. كل الاهتمام رايح ليها، كل الحب، كل الفرحة. من يوم ما اتعلمت الصلاة وأنا عندي 12 سنة وأنا بصلي وبكلم ربنا: ليه يا رب خلقتيني وحشة؟ ليه يا رب أنا وحشة وأختي حلوة؟ ليه كل الناس بتعيب عليا؟ ليه محدش بيحبني زي أختي؟ ما كنتش فاهمة إن ده اعتراض على قضاء ربنا، كنت طفلة محتاجة حد أحكيله وأشكيله، ما لقيتش غير ربنا. مرت الأيام ورحت الجامعة، اتفاجئت بصحبة صالحة كنت عونا ليهم على طاعة ربنا وهم كمان، ومع الوقت بقيت راضية بقضاء ربنا عليا، لكن مش ناسية إني وحشة. في يوم صاحبتي قالت لي: انتي جميلة ولكن محتاجة اهتمام بنفسك بس وهتكوني زي القمر. ابتسمت لها لاني اول مرة اسمع ان انا جميلة، حتى لو كانت الكلمة مجاملة، بس يكفي اني سمعتها. روحت البيت وبصيت لنفسي في المراية، فعلا انا محتاجة اهتمام بنفسي، واقنعت نفسي بكده. اشتريت كريمات وماسكات ومرطبات وادوات تانية خاصة بالبشرة. امي دخلت الاوضة وقالت لي: ليه كل ده؟ قلت لها: عادي يا ماما، انا عاوزة اهتم بنفسي شوية. قالت لي: وفري كل ده، دي خلقة مش هتعرفي تغيري فيها حاجة، ولو بتعملي كده عشان العريس فانا عاملة حسابي انك هتعنسي جنبي. كسرتني كسرتني وسابتني وخرجت. عيطت قوي وقمت صليت وحكيت لربنا، حكيت لربنا وانا ساجدة، ضغطي انخفض ودخت واغمى عليا. صحيت لقيت نفسي في مستشفى على السرير وإيدي فيها محاليل، ودكتورة قاعدة جنبي وبتقولي: أخيرا القمر فات. ابتسمت وقمت قعد واتكلمت معايا كتير عشان آكل واهتم بصحتي. بعد أسبوع جت طنط زينب تسلم على ماما وقالت لها: ابني بيدور على عروسة وأنا شايفة إن بنتك الله أكبر أخلاق والتزام وأدب واحترام. ردت ماما: يا أهلا يا مرحب، وتحدد الميعاد وجات الرؤية الشرعية. ما شافنيش قبل كده وأنا ما شفتوش ولا أعرفه. خرجت من أوضتي وأنا كل توتر وخوف، سمعت من أختي بتقول إنه وسيم قوي. قعدت قدامه بلبسي الفضفاض العادي مش حاطة ميك اب، قابلته وأنا على طبيعتي. طول القعدة ما تكلمناش في أي حاجة، بصلي مرة واحدة بس ومشي بعد نص ساعة. بعد يومين اتصل ببابا وقال له: انا ما حسيتش بقبول معاها. ضحكت امي: اكيد كان عاوز واحدة جمال وحلاوة. ضحك بابا وقال: ومين قالك ان الجمال بالشكل؟ الجمال جمال القلب والروح، لعلمك هو خسر كتير لانه مش هيلاقي حد زي احترام وادب بنتي، واكيد ربنا شايل لها الاحسن. عيوني دمعت من كلام بابا، اول مرة حد يجبر بخاطري بالشكل ده. بابا قام وبص راسي وقال لي: ما تزعليش. بعد كام سنة اتخرجت من كلية أصول دين بتقدير امتياز،
كنت فرحانة بنفسي جدا، اشتغلت محافظة قرآن في دار تحفيظ، والحمد لله كان عندي أسلوب ممتاز في التحفيظ والأطفال حبوني. المدير بتاعها كان شاب في مقتبل العمر، مليش أي اختلاط معاه غير أني بدخل مكتبه وأخد مرتبي وأمضي حضور وانصراف. قرر يطلع الجمعية رحلة وطلب عدد من المدرسين والمدرسات. رحت البيت استأذنت بابا فوافق وقال لي خلي بالك من نفسك. فرحت جدا وجهزت كل حاجة من أكل ولعب، واتقابلنا في مكان التجمع وكل فصل ليه أتوبيس خاص بيه. اليوم ده كان من تاني أحلى أيام حياتي بعد التخرج، لعب وتنطيط وجري ومسابقات. أيوة كنت بلعب زي الأطفال، كنت بستغل غياب المدرسين عن مكان البنات وأقوم ألعب حقيقي. كنت مبسوطة بفرحة الأطفال وإني ما خليتش ولا طفلة ما بتلعبش. آخر اليوم جمعنا الأطفال ونظمناهم ولسه هركب، ندى علي المدير أنسة نور لحظة من فضلك. خير؟ عاوز رقم والدك عشان هكلمه على مشروع. بقول في نفسي أصلا أنت ما تعرفش والدي ولا عمرك شفته، وبابا ما عملش مشاريع مع حد. المهم اديته الرقم وطلعت. كان بالي مشغول جدا ولقيت بابا اتصل بيا، انتي كويسة؟ قلت له اه الحمد لله يا بابا. قال لي طب تعالي على طول على البيت عشان في مشروع حلو قوي هتكوني شريكة فيه. روحت وكل أسئلة وشكوك كتير. غيرت هدومي وصليت العشاء وقعدت جنب بابا، مسك ايدي وقال لي أستاذ حسن طالب ايدك مني يا نور، مشروع جوازة. ايه ما بتتكلميش ليه؟ سكت شوية وقلت له معقول أنا عجبته؟ قال لي شخص ملتزم وملتحي، شايف قدامه واحدة ملتزمة لبسها واسع ومحترمة وكلها أدب وأخلاق، ليه ما تعجبوش؟ أكيد ده بيدور على زوجة صالحة تعرف تربي أولاده في المستقبل بعد كده. وجي يوم المقابلة، بابا قام وجابني من أوضتي. حرفين ما كنتش عايزة أخرج من الخجل والكسوف. لقيته بيقول لي أنيسة نور ازيك عاملة ايه؟ قلت له الحمد لله تمام. قال لي انا بقالي اكتر من شهر بفكر فيكي وصليت استخارة وحسيت اني مرتاح، وحقيقي ما كنتش لاقي اليوم ولا الوقت اني اخد فيه رقم والدك منك. طلعت الجمعية الرحلة عشان اشوف شخصيتك اكتر مع الاولاد، حبيت فيكي روح المشاركة والعفوية جدا، حبيت انك حافظة للقرآن الكريم كاملا وبالتجويد، سمعتك كذا مرة وانتي بتقرأي للبنات، عجبني حيائك وطريقتك في التعامل مع اي شخص وخاصة انا. كونك انك محافظة على نفسك يبقى ان شاء الله هتحافظي على بيتي، انا اكيد ما اسأتش الاختيار في شريكة حياتي، واتمنى انك انتي كمان تصلي استخارة. بعد شهرين عقدنا القران في المسجد وكان في ناس كتير قوي وباركلنا. ربنا ما رزقنيش بقدر عالي من الجمال، لكن رزقني بزوج تقي جدا فاهم وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وشايفني أجمل واحدة. وبعد كتب كتابنا ساب لي رسالة وقال لي اقريها لما تروحي. اسمحولي اقراها لكم وافرحكم معايا. انا بحبك يا نور عشان روحك الحلوة، عشان جمالك الطبيعي. ايوه انت جميلة، جميلة عشان بتحافظي على نفسك، عشان قابضة على دينك كالقابض على الجمر، عشان التزامك وأدبك، عشان انتي زوجة صالحة وفخور بيكي قدام الناس، الناس اللي شايفة الجمال في الشكل وبس. عقولها تعبانة بتحب المظاهر، والمظاهر مع الوقت مش هتدوم. كنت غلطانة لما افتكرت ان الجمال هو جمال الملامح، الجمال الحقيقي هو جمال القلب والروح. فقبل ما تهتموا بجمالكم الخارجي اهتموا بتغذية روحكم بالإيمان وعقلكم بالعلم، عشان ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم.